أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب المستوى الثاني في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. درسنا لهذا اليوم سيكون درس نحو، وسنتحدث فيه عن موضوع مهم من مواضيع اللغة العربية. ولكن أعزائي الطلاب، قبل أن نبدأ بالدرس سأطرح سؤالين. السؤال الأول هو: من منكم يعرف ماذا نسمي الاسم الذي يقوم بالفعل وما هي حركة آخره؟ والسؤال الثاني أيضا: ماذا نسمي الاسم الذي يقع عليه الفعل وما هي حركة آخره؟ سنجيب على هذين السؤالين في درسنا لهذا اليوم. أولا أقرأ الجمل الآتية ثم أجيب. لدينا هنا جملتان سنقوم بقراءتهما وسنطرح بعدها عدة أسئلة عليهما. الجملة الأولى هي: ذهبت رفيف إلى الطبيب. الجملة الثانية: يحافظ المسلم على صلاته. سأطرح عدة أسئلة على هاتين الجملتين. السؤال الأول: دل على الكلمة التي قامت بالفعل في الجملة الأولى والثانية. نأتي إلى الجملة الأولى: ذهبت رفيف إلى الطبيب. نلاحظ أن الكلمة التي قامت بالفعل أو الاسم الذي قام بالفعل هو رفيف. لماذا؟ لأنها هي من قامت بفعل الذهاب. أما في الجملة الثانية: يحافظ المسلم على صلاته، نلاحظ أن الكلمة أو الاسم الذي قام بالفعل هو المسلم، لأن المسلم هو من يحافظ على صلاته. إذن نكتب: الكلمة الأولى هي رفيف، والكلمة الثانية هي المسلم. السؤال الثاني: ما حركة آخر كل من الكلمتين اللتين لونتا باللون الأخضر؟ نأتي إلى هنا كلمة رفيف، نلاحظ أن حركة آخرها هي الضمة. أما كلمة المسلم فحركة آخرها الضمة أيضا. إذن نكتب: حركة آخر الكلمتين هي الضمة. السؤال الثالث: ماذا أسمي الاسم الذي قام بالفعل في الجملتين السابقتين؟ إذن أسمي الفعل الذي قام أو الاسم الذي قام بالفعل في الجملتين السابقتين الفاعل. إذن أعزائي الطلاب، سنتعلم من خلال ما سبق تعريف الفاعل. الفاعل هو اسم يدل على من قام بالفعل. نكتب: الفاعل اسم يدل على من قام بالفعل. وأيضا حركة آخر الفاعل هي الضمة، وحركة آخره هي الضمة. أيضا سنتعلم أمرا آخرا عن الفعل، هو عن الفاعل، هو اسم مرفوع، هو اسم مرفوع. إذن الفاعل اسم مرفوع. لماذا قلنا أنه مرفوع؟ لأن حركة آخره هي الضمة. إذن انتهينا أعزائي الطلاب من تعريف الفاعل. نأتي لهنا، لدينا تدريب. يقول هذا التدريب: املأ جدول التالي بالمطلوب. لدينا هنا في الحقل الأول الفاعل، ولدينا حركة آخره. نأتي إلى الجملة هذه: ذهبت رفيف إلى الطبيب. ما هو الفاعل في هذه الجملة؟ نلاحظ أن الفاعل في هذه الجملة هو كلمة رفيف، فنكتبها هنا. لماذا هي فاعل؟ لأنها هي من قامت بفعل الذهاب. ما هي حركة آخره؟ نلاحظ أن حركة آخره هي الضمة. الضمة. نأتي إلى الجملة الثانية: يحافظ المسلم على صلاته. الفاعل في هذه الجملة هو كلمة المسلم، نكتبها هنا. ما هي حركة آخر الفاعل؟ حركة آخره الضمة أيضا. انتهينا من الفاعل. ننتقل أعزائي الطلاب إلى بحث آخر. ثانيا أقرأ الجمل الآتية ثم أجيب. شرب الطفل الحليب. الجملة الثانية: سمع التلاميذ الجرس. السؤال الأول:
الذي سأطرحه على هاتين الجملتين هو دل على الاسم الذي وقع عليه الفعل في الجملتين السابقتين. في الجملة الأولى شرب الطفل الحليب، الاسم الذي وقع عليه الفعل في هذه الجملة هو الحليب. لماذا؟ لأنه هو من شرب. إذا الطفل قام بشرب الحليب فالحليب هو الاسم الذي وقع عليه فعل الشرب. إذا الاسم الأول هو الحليب. الجملة الثانية سمع التلاميذ الجرس، الاسم الذي وقع عليه الفعل هو الجرس. لماذا؟ لأن التلاميذ هم من سمعوا الجرس. إذا الاسم الثاني هو الجرس. السؤال الثاني، ما حركة آخر كل من الكلمتين اللتين لونتا باللون الأخضر؟ نأتي إلى الكلمة الأولى كلمة الحليب، نلاحظ أن حركة آخرها الفتحة. أما الكلمة الثانية فهي كلمة الجرس وحركة آخرها أيضا الفتحة. إذا نكتب حركة آخرهما الفتحة. السؤال الثالث، ماذا أسمي الاسم الذي يقع عليه الفعل؟ أسمي الفعل الذي أو الاسم الذي يقع عليه الفعل مفعولا به. إذا أكتب أسميه مفعولا به. من خلال ما سبق أعزائي الطلاب سنتعلم تعريف المفعول به. تعريف المفعول به هو اسم يدل على من وقع عليه الفعل وحركة آخره الفتحة. إذا نكتب تعريف المفعول به اسم يدل على من وقع عليه الفعل وأيضا حركة آخره الفتحة. سنتعلم أيضا أن المفعول به اسم منصوب. إذن المفعول به اسم منصوب. لماذا قلنا أنه اسم منصوب؟ لأن حركة آخره الفتحة. وبهذا القدر نكون أعزائي الطلاب انتهينا أيضا من المفعول به. نعيد ما قدمناه من تعريف الفاعل والمفعول به أعزائي الطلاب. الفاعل قلنا أنه اسم يدل على من قام بالفعل وحركة آخره هي الضمة. أيضا الفاعل اسم مرفوع لأن حركة آخره أو آخره الضمة. أما المفعول به أعزائي الطلاب اسم يدل على من وقع عليه الفعل وحركة آخره الفتحة. أيضا المفعول به اسم منصوب لأن حركة آخره الفتحة. بقي لدينا أعزائي الطلاب الواجب المنزلي. الواجب المنزلي موجود في الصفحة 54. يقول هذا الواجب المنزلي املأ الجدول بالمطلوب في ما يلي. لدينا هنا جملتان، الجملة الأولى يرسم أحمد فراشة، الجملة الثانية رسم الفلاح لوحة جميلة. لدينا أيضا هنا جدول يتألف من عدة حقول، الحقل الأول هو الفاعل والحقل الثاني حركة آخره والحقل الثالث المفعول به والحقل الرابع حركة آخره. سوف تقومون أعزائي الطلاب بملء هذه الحقول من خلال هذه الجملتين. هذا هو الواجب المنزلي. وإلى هذا القدر نكون أعزائي الطلاب قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. إلى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.